إذا بدك تفضل. الله يرضيك. لا والله الصورة يلا. تفضل وليد باي. جئنا اليوم مع اللقاء الديمقراطي ومع الحزب ومع الأصدقاء زيارة تضامن مع رمز الاعتدال اللبناني، رمز الاعتدال السني مع ابن الشهيد رفيق الحريري. جئنا نتضامن مع بيروت وطرابلس. جئنا نؤكد على الحوار بالرغم من كل الظروف الصعبة، بالرغم من كل الظروف الصعبة. والطريق طويل، ونحن نعلم أن مع الشيخ سعد سنجتاز، الشيخ سعد رئيس بري كل المخلصين، سنجتاز هذه الصعوبات، سنجتازها بالرغم من كل الصعوبات. لن نفقد الأمل. هذا كلامي اليوم بحضور الشيخ سعد وعند الشيخ سعد. شكرا. بس جمرت بس بخصوص قانون قيصر، هل أي من أي تعليق رسمي من حضرتكم؟ فيني رد؟ اي تفضل. هو احنا عملناه قانون قيصر. بس رئيس تقرب شوي. يعني أنا دائما عن جد نسمع أنه شو رأينا بقانون قيصر؟ أنه نحن عملناه قانون قيصر؟ ولا الكونغرس الأمريكاني عمل قانون قيصر، والسنت الأمريكاني هو اللي صدق قانون قيصر، والرئيس الأمريكاني هو اللي وقع قانون قيصر؟ بس رح نعيش تداعياته. في تداعيات لإله. هذا الشيء تابع للدولة اللبنانية تشوف كيف بدها تتعامل مع هذا الموضوع، مثل القوانين اللي يعني الأوفاك اللي بالسابق طلعنا وأدينا قدودنا وقلنا البعض ما بدنا ننفذه، وبالآخر أقريناه بمجلس النواب وعملناه. لأنه بآخرة المطاف لازم نفهمه هيدا قانون مش لبناني، هيدا قانون أمريكاني، وهيدا بيطبق على الصينيين، على الروس، على أي دولة حتتعامل مع سوريا. فهيدا الموضوع إذا نحنا يعني بدنا نغض النظر عليه فينا، بس إذا بده يتحمل لبنان هالكونسيكونس كمان، اللي سمح لهيدا تخطى هيدا القانون بده في له consequences. فاللي عم بقوله أنا إنه دائما بنحط على عاتقنا نحن إنه يعني كأنه في خلاف بلبنان على إنه قانون جاي من برا، ما هيدا مش قانوننا. وأي دولة اليوم بدها تتعامل مع سوريا، مش بس لبنان، دول أوروبية، دول أفريقية، دول آسيا كلها، كل العالم بده يتعامل مع سوريا، حي يجي قانون قيصر، وعلى هالأساس حيصير في عليه عقوبات. نحن اللي عم نقوله بهذا الموضوع، هذا قانون أقر من 6 أشهر، صح ولا لا؟ أو أكثر يمكن. هلأ صار بده يتطبق. نحن كدولة لبنانية، كحكومة لبنانية، بدها تقرر شو بدها تعمل. نحن معارضة، مش نحن اللي بنقرر. حضركم معارضة، ما حتشاركوا، ما حتشاركوا. هلا اقنعت. نحن معارضة. هلا موضوع الحوار كل قرار له وقته ان شاء الله. نحن ما نحن نحن بالمبدا نحن مش ضد الحوار، ولكن يعني بالأزمة والانهيار اللي نحن فيه بطل ينفع الحوار من دون نتائج. الحوار يجب يكون له نتائج. هذا الحوار اللي كان عم يصير سابقا، الحوار اللي صار بين تيار المستقبل وعند الرئيس بري لوقت الفتة، اشتغل، عمل مفعوله، صح ولا لا؟ بس حوارات تانية ما جابت لنا ولا شيء. يعني مش عم يتكلم على الاحداث، يعني حسمته ما راح تشارك. بيروت، انا طرابلسي، بعتبر اليوم طرابلس استبيح الاشخاص معروفين هويتهم. حضرتك بتعرف طرابلس كثير منيح، وطرابلس بتحبها كثير. هل في خطه لو تتحول طرابلس مجددا لصندوق بريد؟ ليك خليني اقول لك شغله. طرابلس الفيحاء اللي هي يعني عاصمه الشمال، مش من اليوم عم يحاولوا يشوهوا صورتها. بال11 وب12 وب13 وب14 نسينا الاحداث اللي كانت تصير، ونسينا المشاكل اللي صارت بين جبل محسن وبين باب التبانه، وبعدين وقفت هيك.
ليش؟ لأنه كان في قرار سياسي بالسابق أنه يعملوا مشكل بالبلد. بس فاللي عم يعمل مشكل اليوم بطرابلس لحظة شوي. المنتدى هو اللي عم بحدد وإيش إذا مين تحدث عن هذا الموضوع؟ لا وسرايا المقاومة مش مقصرين. سرايا المقاومة مش مقصرين وآخرين مش مقصرين والمنتدى مش مقصر وغيره مش مقصر. في أجهزة أمنية غطاء بالنسبة لنا نحن من عندنا مرفوع على كل الناس. هل ستدفع طرابلس الثمن برأيك؟ نعم. هل ستدفع مجددا؟ لا ما لازم لا ما تدفع أكيد ما حتدفع الثمن. حتدفع بيك رح تشارك بالحوار. ما تحصلوا بطرابلس. طرابلس دفع الثمن وبيروت دفع الثمن مش بس طرابلس. والاعتدال بشكل عام المسيح المسلم عم يدفع ثمن. لكن اليوم زارتنا هذا اللقاء مش أول لقاء ولا آخر لقاء تنأكد على الموضوع بالرغم من الصعوبات الهائلة. بس بدنا ما فينا بدنا نكفي وليد بيك حتشارك بالحوار وليد بيك الوصف ما قدرت رئيس الحريري خلاص يلا بدنا نمشي بس اتضامن مع رئيس الحريري وما يمشي بس سيد نصر الله امبارح تحدث وما في حديث عن الحكومة.